خلاص الاسيتس ممكن الصوت بس ما يتركوا الاسيتس احنا بناخد البعض بتاع الرابع بالذات اسيتس اند لو يعني في جزء يتعلق بالاسيتس والجزء الاخلاقي وجزء القانون وده مهم جدا جدا لانه ده من الاجزاء اللي بيتهمها كثير من الاطباء فائده الاسيتس اول حاجه ان ده في جزء اخلاقي فانت المفروض تعرفه وتنفذه ده جزء ما ينفعش ان انت تتصرف فيه غلط فيما بعد، حاجه اخلاقيه، حاجه من الذوق ومن اداب المهنه ان انا اتعامل بشكل معين. وفي جزء قانوني يعني حتى لو هو مش فارق معاه الجزء الاخلاقي، جزء القانون مهم جدا جدا لانه للاسف اغلبنا بيتخرج مش عارف ولا حقوقه ولا ايه اللي عليه ولا امتى يتحاكم، ممكن المريض يبتزه بسهوله جدا جدا جدا. يعني ممكن المريض يبتزك لسه كان في واحد زميلي بيكلمني عيان حصلت معاه مشكله فراح المستشفى والعيان بيقول للدكتور ده قالوا لي علشان ادخلك المستشفى لازم تمضي على اقرار ونعمل محضر في الدكتور اللي عندك عشان هو اللي دمر الطفل ده. فبيقول له يعني ان انا ما رضيتش اضرك وسبت وقلت مش مشكله الواد اهم حاجه ان انا ما اضركش ومشيت من المستشفى وجاي له بقى على اساس ان هو ايه؟ يدفع له فلوس يديله فلوس على اساس انه يعني انا ضحيت بابني وما رضيتش اخذه في المستشفى عشان خاطرك وبالتالي المفروض الدكتور اوتوماتيك يديله فلوس ويقول له مثلا رحت عليك مستشفى خاصه رحت عليك عند دكتور خاص روح كذا وبالفعل زميلنا ده خاف فراح مديله فلوس تمام فانا قلت له طبعا انت عملت كارثه انت اديته فلوس معنى كده انه هيجي بكره يبتزك ويقول لك الفلوس ما كفتش وده اللي حصل بالفعل لانه انت اديت له قناعه انه هو على حق خلاص طالما انت اديت فلوس قال لي ده انا كنت بساعده قلت له هو ما فهمش كده هو جاي يقول لك ان انت عملت مشكله وعايز تمنى وبالفعل وفضل فتره طويله على هذا ايه الوضع لان انا مش فاهم ايه هو المال براكتس وامتى انا فعلا اكيوز بالمال براكتس وازاي اثبته وجبته التخصصي والى اخره من الحاجات القانونيه اللي احنا ايه هندرسها باذن الله عز وجل. اخر حاجه هندرسها في الكوريكولم هو الجزء المتعلق بالريسيرش لو انا عايز اعمل ابحاث او فيما بعد هعمل ابحاث في حاجه اسمها ريسيرش ايثكس بتتعلق بالريسيرش وايه الحاجات اللي بتتعمل فيها. طيب احنا النهارده هناخد انترودكشن عن الميديكال ايثكس يعني ايه هي ميديكال ايثكس وايه هي البرنسبلز الاساسيه اللي ممكن اي حد طبيب يلتزم بيها اللي لازم يلتزم بيها وهي اساسيات كل الايشوز اللي هنتكلم عليها فيما بعد. اسكس دي حاجه بتتعامل مع المورال برنسبل يعني حاجه مش شرط حد يحاسبني عليها بس هي اخلاقيه يعني انا لو في دكتور زميلي جه كشف عندي مفروض ان انا اعمل ايه؟ ان انا ما اخدش منه تمن الكشف بس لو خدت مفيش حد هيحاكمني مفيش حد هيحاسبني دي اسكس ده جانب مورال لو انا بشتري من سوبر ماركت والكاشير اديته فلوس اديته 20 جنيه افتكرها ب 200 جنيه وراح رجع لي الباقي وانا ما خدتش بالي ومشيت وانا روحت لقيت معايا فلوس زياده محدش هيحاسبني ان انا لازم ارجع الفلوس مفيش قانون هيتقبض عليا يقول لي انت عليك مبلغ كذا بس انا لو رجعتها ده اسكس. طيب في عندنا في الميديكال اسكس او الاخلاقيات المتعلقه بالجانب الطبي ليها اربع مبادئ رئيسيه أربع أساسيات لازم أي طبيب يمشي من خلال الأربعة دول. أول حاجة وده أهم واحد وهما بالترتيب، أول حاجة نون مانيفيشنز. يعني نوت تو دو هارم. العيان جاي لك علشان رقم واحد إن أنت ما تضربوش. فلو أنت مش هتقدر تفيد العيان فما تضربوش. يعني لو أنت مش عارف الحاجة دي هتفيده ولا مش هتفيده وهتضره ولا مش هتضره ما تعملش. دي اهم مبدا من مبادئ الاسكس ان انت العيان ما يخرجش من عندك به ضرر اكثر من الضرر اللي كان موجود فيه او ضرر اكثر من ضرر اللي معاه. طب انا مش هضره هل كده وكفايه؟ في ناس كتير من زمان لما بيتخرجوا هو مش جاي او ما بيتعلموش يعني او من الناس اللي شغالين في الصيدليه او الصيدله او خلافه يقول لك ايه طب اديله الحقنه ديت لو مش هتضره مش هتفيده مش هتضره. يعني انا مش عارف اذا كان هو بقى دي بكتيريا انفكشن ولا لا خلاص اديله انتي بيوتيك اذا هو طلعت بكتيريا يبقى الحمد لله اذا ما طلعتش بكتيريا يبقى انا ما خسرناش حاجه بدل ما تطلع بكتيريا ده علشان انا عندي ليه اوف اكسبيرينس ما عنديش قدره على التشخيص الكويس فالطريقه دي غلط
نون ايثيكال. المفروض ان انا ما اقدرش اعيان رقم واحد، بس في رقم اثنين ان انا لازم افيد العيان، او لازم ابذل خساره جهدي ان انا افيد العيان. طب ايه اللي يخليني كدكتور ما افيدش العيان او ان انا اضر العيان؟ حاجتين. اول حاجه النيجليجنس، الاهمال، وده هنتكلم عليه بالتفصيل في المدرسه الترم الثاني ان شاء الله. او ان انا يكون عندي ليك اوف ميديكال كومبلكس، يعني انا كدكتور ما عنديش الكفاءه الكافيه ان انا اقوم بالدور ده. انا نايم جراحه مطلوب مني اعمل هرنيا، انا كنايم مش ما ينفعش اعمل هرنيا. مين اللي يعمل هرنيا؟ الاخصائي. طيب انا ما عنديش الميديكال كومبلكس ولا السيرتيفيكيشن اللي تخليني اعمل العمليه. انا نايم ما ضربتش كويس، يبقى ما ينفعش ان انا اعمل دي، كل واحد عارف مقدار نفسه. يبقى ده كان المبدا الثاني من مبادئ الميديكال ايثكس، ان انا تو دو جود، ان انا افيد العيان. المبدا الثالث جاستس، ان انا العدل، تو بي فير، المساواه بين جميع الناس. الكونسيبت اللي ماشي في مصر كلها انه اي حاجه عشان تخلصها لازم تعرف حد ايه، في اي مصلحه. وكذلك عشان عيان ده يدخل المستشفى والحجز لازم يكون ليه معرفه. وعلشان مش عارف ايه لازم حد يوصل عليه والى اخره. المفروض ان انت تتعلم تبقى فير، يعني انا دي حقوق ناس تصرف في الاماكن العامه، الاماكن الخاصه فخلاص دي حريتك. انما الاماكن العامه ففي دي حقوق ناس، المكان العام ده ملك للناس كلها. مش معنى ان فلان الفلاني جاي معاه معرفه يبقى ياخد بريفليج عن حد. فلازم تبقى فير، خصوصا في الحاجات اللي فيها شورتج اوف ريسورسز، يعني زي الحضانات الرعايات، لازم يبقى عندك درجه عاليه من الفيرنس علشان ما تظلمش حد، عشان ما تضيعش حقوق حد مريض. اخر حاجه ريسبكت فور اوتونومي. يعني ايه ريسبكت فور اوتونومي؟ اوتونومي يعني فري ديسيجن، يعني البيشنت هاز ذا فري ديسيجن، هاز هيز اون ديسيجن، حر ان هو ياخد قراره في اي وقت، يكمل علاج او ما يكملش. ياخد العلاج ده او ما ياخدش، يتعالج معاك او ما يتعالجش، هو حر، يعني ممكن يبدا علاج ويقول لك خلاص انا مش هكمل، هو حر. طالما مش في ايمرجنسي يبقى من حق العيان ان هو يختار قراره، هو سيد قراره. دول اربع مبادئ رئيسيه. اربع مبادئ في الاسكس عموما، كل المسايات دي من الاسكس لازم ينضم تحت الاربع مبادئ دي. ما ينفعش ان انا اي مبدا يخالف الاربع مبادئ دي. صفحة 3 بيقول إن المفروض الجود دكتور يبقى فيه صفات معينة. 8 صفات، يعني إيه نقراهم كده ونكتبهم في لوحة ونبروزهم في البتاع في العيادة والحاجات دي. طيب، إحنا هنبدأ شابتر 1، إحنا عندنا كتاب 3 شابتر، أو اللي هناخدهم 3 شابتر، الشابتر الأولاني والكتابين. الشابتر الثاني مال براكتس، يعني متعلق بأخطاء الجنة. شابتر 3 ميديكال ريسيرش، الاسكس ميديكال اسكس ان ريسيرش. دول ثلاثة شابتر في العينة المنهج. الشابتر الأولاني اللي هو الميديكال اسكس اللي هو هناخده في الترم الأولاني، يعني ده اللي هو الميد ترم، في ثلاثة بوينت. البوينت الأولى فيزيشن بيشنت ريليشن شيب. يبقى احنا في الترم الأول هناخد شابتر ميديكال اسكس ثلاث أجزاء، فيزيشن بيشنت ريليشن شيب. إيه هي الضوابط بتاعت علاقه الطبيب والمريض؟ وبعد كده فيزيشن فيزيشن، ايه هي الضوابط اللي بتحكم علاقه الطبيب بزميله؟ وبعد كده فيزيشن سوسايتي، ايه هي الضوابط اللي بتحمي المجتمع من اخطاء الاطباء وتحمي الاطباء من المجتمع؟ يبقى ثلاث موضوعات رئيسيه، كل موضوع تحتيه بوينت. يمكن فيزيشن فيزيشن او فيزيشن سوسايتي فيهم كلام قليل، اما فيزيشن بيشنت ده في كلام كتير جدا. ده اللي فيه أكتر من نقطة. خلاص هنحاول كده واحنا ماشيين نتعلم. خدنا البوينت الأولانية كذا، الثانية كذا، أو الموضوع كبلك. طيب، صفحة 4 هنبدأ في الفيزيشن بيشنت ريليشن شيب. بيقول لنا إن الفيزيشن بيشنت ريليشن شيب ده علاقة وثيقة، كأنها عقد، كأنها اتفاق. ما ينفعش ان اي حد يكسره. يعني العيان اللي بيتعالج عندك ده كانه عقد او كونتراكت
بينك وبين العيان، ده حق العيان، ليه حقوق عليه. تمام؟ لازم اهم نقطه في الفيزيشن بيشنت ريليشن شيب الجود كوميونيكيشن، انك تتعامل مع العيان كويس. العيان ما يبقاش زي مني، اسلوب في التعامل مع العيان ده بيفيد العيان ويفيد الدكتور. بيفيد العيان ان هو بيبقى نفسيته كويسه ومرتاحه ومبسوط، يقدر ان هو يقول كل اللي عنده، ما يخبيش حاجه او ما ينساش حاجه او ما يرتبكش. ممكن ده يساعد ان هو يخف، في عيانين يقول لك انا بروح عند الدكتور فلان اول ما بشوفه بخف. فده جزء سايكولوجيكال مهم جدا، وان البريك داون اوف كوميونيكيشن بيعمل باد او الكومز. العكس بقى، لو العيان انت عملته وحش ممكن يبقى متضايق منك. ده رقم واحد. رقم اثنين، هيفيد العيان الدكتور هيستفاد ايه من الكوميونيكيشن الكويسه؟ العيان هيقول له كل المعلومات كشخص كويس. الحاجه الثانيه انه العيان هيبقى مبسوط من الدكتور فسمعته بقى كويسه، والدكتور يقدر سمعته. اخر حاجه، لو انت النهارده بنتغلط مع العيان وكلنا بنغلط، العيان لو مبسوط منك مش هيروح يشتكي. يعني كم مره بعض يعني في مستشفى ما في دكتور غير كان كذا دكتور، ففي دكتور عامل عينه كويس جدا والدكتور بيعملهم وحش جدا. فاللي غلط الدكتور مش كويس جدا. فالعيان راح اشتكى المدير بتاعه فجابوا الاثنين دكاتره فبقول للدكتور فلان هو اللي غلطان. لا ده ما يغلطش ابدا. اللي غلطان فلان الفلاني، وفضل العيان مقتنع ان اللي غلطان ده اللي هو بيتكلم وحش، مع ان الميديكال ايرور كان من الدكتور. فهو علشان يتعامل كويس، في واحد زميلنا عمل مشكله ما وسبب في ضرر لطفل، بس اهله عشان مرتاحين الدكتور فانت فهمه ان هو غلط كان غير مقصود، ويعني ما كانش متضايقين خالص. فالكوميونيكيشن بتحميك من حاجات كتير قوي. طيب دكتور فيزيشن فيزيشن بيشنت ريليشن شيب في كذا موضوع، موضوعات كبيره. اول موضوع الكونسنت. يعني ايه كونسنت؟ يعني موافقه مستنيره. الفورم الكونسنت موافقه مستنيره، ده اهم موضوع في الطب، لانه حضرتك لما بتروح العياده قبل ما يبدا في القضيه ويشوف مين الغلطان ولا مين المشكله فين، بيقول لك عايز اول حاجه تصريح مزاوله المال، اول حاجه وشهاده الاخصائي لو هو المفروض يبقى اخصائي، وترخيص المنشاه الطبيه، وموافقه العيان. دول اول اربع اوراق. لو اي ورقه منهم مش موجوده او مش فولفيلد كويس، حضرتك رحت في 60 داهيه. حتى لو انت ما عملتش حاجه، بس لو في ورقه من الاربعه مش موجوده خالص انت كده ايه؟ موضوع غلط. فالكونسنت ده فيري فيري امبورتنت، انك لازم تاخد موافقه من العيان على اي حاجه هتتعمل، اي حاجه، بس ده هيختلف حسب الحاجه دي. طيب بيقول لك ان الكونسنت ده بتاخده من العيان في كل الحالات ما عدا حاله واحده، الامرجنس، واحد جاي في شوك، البولس واقع والقلب قرب يقف مش عارف ايه، وانت عمال تساله طب انت موافق اعمل لك سي بي ار، موافق اعمل لك موافق ايه، الموضوع مش محتاج موافق. نفس فكره الهيستوري تيكينج، المفروض تمشي انت هيستوري اكزامينشن انفستيجيشن. واحد جاي ارست او هيارست يعني بارزمي عنيف، فتقعد تساله انت اكلت ايه النهارده؟ اكلت ايه؟ انت الراجل اشتغل، يعني انت هتشتغل بي سي شوك وسي بي ار ومش عارف ايه. ففي حاجات اكسبشنز في الامرجنسي، فانا في الامرجنسي مش هاخد كونسنت. طيب الكونسنت المفروض يبقى انفورمد. يعني ايه انفورمد؟ يعني بيسموها انفورمد كونسنت موافقه مستنيره. مستنيره يعني يكون في اربع شروط. أول حاجة intentional، intentional يعني بنية العيان وعارف وناوي وبكامل قواه العقلية. رقم اثنين free of undo، يعني ما يكونش فيه أي تأثير خارجي. رقم ثلاثة with rational understanding، يعني عيان يكون فاهم كويس. أنا ممكن أجيب واحد فلاح مش فاهم أي حاجة، ما بيفهمش ميديكال تيرنت ولا بيفهم بالعربي حتى. فاقعد اقول له دي مثلا، اديله لفظ بالعربي ضخم او كلمه بالانجليزي في النص. اقول له مثلا ده من الكوميونيكيشن ممكن يحصل ديس، هو مش فاهم ولا كوميونيكيشن ولا ديس، يقول لك ماشي طالما دي حاجه كويسه خلاص هتتكل على الله ويوافق. فانا ممكن اقول لواحد كلام
صح، اقول له كلام صح بس هو ما يفهموش، يعني اقول له كلام صحيح بس هو ما يفهموش، لازم يكون في راشنال اندرستاندينج. اللي بعدها بقى ممكن اقول له كلام هو يفهمه بس هو ما يفهموش لانه متخلف عقليا او متاخر عقليا، يعني عنده مرض عقلي. او كونفيوزد، واحد جاي تحت المخدر واقول له على فكره انت هنعمل لك عمليه كذا والعمليه دي لها اضرار كذا وهو مش فاهم اصلا ولا سامعني. الكلام هو يفهمه بس لو سمعه. تمام؟ يبقى في فرق بين ان هو يبقى كونفيوزد وبين انه يبقى واعي وفاهم الكلام بس مش فاهم معناه. فاهمين الفرق بين الاثنين؟ يعني ممكن اكون كونفيوزد فانا مش سامع الكلام اصلا. ممكن اكون سامع الكلام وفاهم ان هو ده كلام وفاهم انه كلام في اللغه العربيه بس مش فاهم معناه ولا فاهم مدلوله. فعشان كده عشان الكونسنت يبقى انفورمد يبقى مستنير لازم يبقى في الشروط دي. او يكون بالتحايل. اقول له ده انت هيحصل لك كذا الحاجه دي حلوه وهي حاجه وحشه. او يكون بالنصب. ان انا اكتب له كلام اقول له كلامه مبني على كلام تاني الى اخره. طيب اخر نقطه هناخدها حاجه اسمها فورمز اوف كونسنت. يعني ايه فورمز اوف كونسنت؟ انواع الكونسنت. ركز فيها قوي دي عشان دي يعني كل مره بعدها 50 مره وبرضه لازم تبقى في الامتحان. انواع الكونسنت، انواع الموافقه بتاعت العميان نوعين. النوع الاول اسمه امبلايد كونسنت. احنا في صفحه 5 فورمز اوف كونسنت. عشان شايف الناس بتدور. يعني ايه امبلايد كونسنت؟ يعني كونسنت بالمعنى. اللي انا بشرحه ده هو ده خلاصه الكلام المكتوب. المفروض تروح تقراه عشان لو ليك حاجه انت مش فاهمها تسالني. بس هو اللي انا بقوله هو ده الخلاصه، انت لو انت فاهمه كويس هتحل الامتحان كويس. يعني ايه امبلايد كونسنت؟ يعني كونسنت بالمعنى، يعني ايه؟ يعني واحد جه العياده ودفع الكشف ودخل وقعد على الكرسي ده كده جاي يعمل ايه؟ جاي يكشف. ما ينفعش اقول لحضرتك موافق انك جاي تكشف. هو جاي يكشف. طب انت امضيلي انك موافق ان انا احط السماعه على صدرك. ان انا اقيس لك الضغط، هو جاي يكشف جاي يقيس الضغط في السماعه والكلام، كل حاجات عاديه. فخلاص ده اسمه امبلاي بالمعنى. مش لازم اساله. كل الجنرال اكزامينشن والهيستوري دي. بس. طيب. طب انا دلوقتي عايز اعمل حاجه ثانيه، عايز اعمل بي ار اكزامينشن. عايز اركب له كلمه. ده بيسموه اكسبريس كونسنت. يبقى النوع الثاني اسمه اكسبريس كونسنت، يبقى امبلايد بالمعنى. اكسبريس كونسنت يعني ايه؟ يعني لازم يقول او يكتب انا موافق. يبقى اكسبريس لازم يعبر، والتعبير ده كتابي او بالقول. اورال او ريتن، لازم يقول او يكتب. تمام كده؟ طيب ايه الفرق؟ خلصنا الامبلايد اللي بالمعنى ده خلص، احنا دلوقتي في الاكسبريس. اكسبريس ده يعني لازم يقول او يكتب. اورال او ريتن، طب ايه الفرق بين الاورال والريتن؟ هل في فرق بين ان هو يقول انا موافق او يكتب انا موافق؟ ايه الفرق؟ عشان ما يغيرش الكلام. عشان ما يغيرش الكلام، يبقى ده الريتن سهل اثباته. وان كان انت المفروض يبقى في شاهد في كل الحالات، بس يعني الريتن سهل اثباته. في فرق تاني؟ طيب هو الاصل ان مفيش فرق بين الاكسبريس اورال او ريتن، مفيش فرق بين الاورال او ريتن. يعني قال او كتب دي تعتبر موافقه، خصوصا لو في شاهد. ما عدا فرقين بس. يبقى من الناحيه القانونيه مفيش فرق بين المنطوق والمكتوب. ما عدا لو في ما عدا فرقين. الفرق الاول ان الريتن سهل اثباته، هتجيب الورقه وتقول ده وافق. الفرق الثاني انه في اربع حالات لازم ريتن. في اربع حالات لازم ريتن، وهذا الريتن هو اكسبريس. هو اكسبريس ريتن او اورال، بس الريتن في اربع حالات. اول حاجه سيرجيكال بروسيجر، اي حد جراحي لو هفتح خراج لازم يكتب. لو هخير غرف لازم اي حد جراحي لازم يكتب. اول حاجه الريتن، الريتن سيرجيكال بروسيجر. رقم اثنين انفيزيف بروسيجر، اي حاجه انفيزيف هركب كاميرا، هركب هنعمل اندوسكوب، اي حاجه انفيزيف لازم ريتن.
termination of pregnancy ولادة abortion أي حاجة termination of pregnancy لازم رقم أربعة in custody في البوليس ما ينفعش أكشف على عيان مربوط عليه أو مسجون بغير ورق مكتوب سواء العيان موافق أو يبقى جاي قرار من المحكمة يعني أحيانا يجي لك الضابط ويقول لك معلش يا دكتور كلنا داخلين على العيان ده ده حضرتك هو ضابط على عينه وعلى راسه أنا عايز ورق رسمي مبعوث من النيابة يجيب لي جواب رسمي من النيابة بيقول موجه للمكان الفلاني بيقول درجات قطعة الكشف على المكان الفلاني الفلاني عشان واحد اثنين ثلاثة كمان احنا شاكين في كذا في كذا في كذا عشان أعرف أدور عليه مفيش ورق رسمي مش هبدي ده خلاص دول أربع حالات لازم رجل أربع حالات لازم رجل السؤال اللي بيجي في الامتحان emergency دي اكسبشن مفيش كونسنت في الامرجنسي اصلا الامرجنسي بتمانج انت لو ماشي في الشارع ولقيت واحد الامرجنسي هتعمل ايه؟ او لما واحد جاي مسجون وهو داخل على الريسك هنشتغل في سي بي ار مالناش دعوه ان هو جاي بيقول لك مثلا عايز اشوفه واخد مخدرات ولا لا عايز مش عارف اعمل ايه عايز اشوف الجرح ده جرح قطعي ولا مش قطعي ولا مش عارف الى اخره لازم كتابية لا هو تعبير دخل اتعالج لازم يكتب انه هيخرج على حسب على موافقته الشخصية عشان هو دخل اتعالج انما لو هو من الاول ما دخلش خالص هو بقى عايز يمشي تمام كان يجي السؤال في الامتحان ويقول لهم ريتن كونسنت از مانداتوري ايه رقم واحد فاجينال انتميشن ده كل الناس مختاره فاجينال انتميشن يا جماعه فاجينال انتميشن لازم اكسبريس بس مش شرط تبقى ريدي يعني ممكن البي بي ادخل الممرضه تقف معايا ايه يقول ريدي كونسنت از مانداتوري ان رقم واحد بيقول لازم تختاره مش عايز الاكسبريشن كل الناس يقول لك خلاص اختاره ولازم ريدي ما هو ده مش كومبلايت هو مش كومبلايت فعلا وهو اكسبريس فعلا بس مش لازم ريدي ممكن اور لانه اللي بيجي بعديها اوبننج اوف ان اكسس يقول لك يعني انا فاجينال الاكزامينشن ولا ابسس؟ لا اكيد مش لازم لا ما ينفعش. ابسس لازم اوبننج اوف ان ابسس ده لازم ريتن كونسنت. خلاص؟ لازم ريتن انما لازم اكسبريس في الحالتين لازم اكسبريس. فلازم نبقى فاهمين كويس الفرق بين الاثنين. تمام؟ احنا المره الجايه هنعمل الكلمتين دول بسرعه وناخد بقيه